السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولا أحبائي، أهلا بكم، أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامجنا باور بوينت. قبل ما نبدأ أحباب القلب، تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو ليصل معنا أكبر قدر ممكن من المستفادين، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا دعمي وزيارتي على قناة حكاية شغف. بناء على طلب الأنسة إيمان من المدينة المنورة، خريجة إدارة أعمال من أولى المنتسبين في قسم المبدعون، وهو أعلى مستوى المقدم ضمن خدمة الانتساب في قناة عالمكم، طلبت أو هي الآن بتوجه لكيفية تصميم الحقائب التدريبية والمناهج المدرسية وأيضا الدروس التفاعلية فقط عبر برنامج مايكروسوفت باوربوينت. رح نقدم لنا الآن هذا الدرس اللي هو عبارة عن كيفية تصميم غلاف كتب الأطفال العربية أو الإنجليزية فقط لا غير. فكيف ممكن نصمم أغلفة جميلة جدا للأطفال بمستويات يعني بسيطة ضمن برنامج متميز مثل برنامج مايكروسوفت باوربوينت، والمخرج يكون غاية في الجمالية وغاية في الإبداع وغاية بالروعة؟ هذا اللي رح نحققه إن شاء الله مع حضراتكم بهذا اللقاء. وأيضا للتذكير، لا تنسوا خدمة الانتساب المقدمة ضمن قناة عالمكم يلي بتأهلكم للحصول على متابعة تقنية أو استشارات تقنية أو طلب ملفات معينة أو لقاءات معينة أو تطلب فيديو معين أو تطلب درس أونلاين معين ضمن هذه المستويات. والأمر معلوم وواضح وأصبح متاح الآن للجميع وبتواصل مباشر عبر الواتساب أو أي منصة تواصل اجتماعي. يلا مع بعض حتى نبدأ يا أصدقاء بلقائنا لهذا اليوم. اهلا بكم اصدقائي، مثل ما انا شايفين احنا الان على برنامج مايكروسوفت باوربوينت. رح نبدا اول شيء بتغيير الابعاد بحيث يكون التصميم او فراغ العمل او وثيقه العمل او الشريحه نفسها بمقاس الطباعه، يعني بمقاس الغلاف اللي رح انا ابدا بتصميمه. فرح نتوجه الى قائمه التصميم مثل ما تعلمنا، ونتوجه الى حجم الشريحه وبنختار تخصيص لحجم الشريحه. رح نختار بمقاس الاي 4 ونختار الشرائح تكون اتجاهها عموديه، ننقر على موافق ومن ثم تكبير. رح ننقر باليمين ضمن الشريحة، ومن تخطيط رح نختار شريحة فارغة. رح أترك في صندوق الوصف رابط كالمعتاد، هذا الموقع كتير اعتدنا عليه واستخدمناه، هو موقع البي ان جي، رح نستخدمه، وعندي المترجم حتى يساعدني إذا أنا ما كنت ضليع باللغة الإنجليزية مثل حكايتي، يعني أنا مش ضليع باللغة الإنجليزية، فلذلك رح نأخذ بعض الكلمات نترجمهم ونعمل عملية البحث الأشكال رح ندور عليها. الآن يا أصدقائي بالغلاف يلي رح يكون للأطفال لازم يكون في عندي صورة طفل عليه، صورة حشائش وبعض الأزهار الطفل بيحبها، صورة منظر طبيعي سواء كان غيوم أو سماء أو ما شابه ذلك، وأيضا رح نستعين بصورة قوس قزح وهو من الأشكال أو الأشياء المحببة للأطفال. خلنا نبدأ الآن على بركة الله على شكل التالي. في حقل الترجمة رح نكتب باللغة العربية ما يلي، رح نكتب على سبيل المثال حشائش، تمام، وبناخذ الكلمة باللغة الإنجليزية وبتوجه إلى موقع البي ان جي وبنعمل عملية البحث عن هاي الكلمة، تمام. رح نشوف العديد من الأشكال للحشائش البي ان جي المفرغة. خلني أختار وليكن على سبيل المثال عندي هاي الصورة، ننقر على تنزيل بصيغة البي ان جي، رح نحدد مكان اللي هو ديسكتوب أو سطح المكتب وأنقر على مفتاح التحميل. الصورة الثانية اللي أنا محتاجها طفل يعني بالمدرسة، فبنختار طفل مدرسة وبنرجع إلى موقعنا هذا البي ان جي ونعمل عملية بحث مرة تانية على طفل المدرسة ونشوف، يعني بتلاحظ انه في كتير من الرسومات فعلا يلي بتساعدك بإنتاج أي فكرة أنت محتاجها. يعني خلني على سبيل المثال نختار صورة الطفل، هذه صورة 3D جميلة جدا، وفي معها الكتب بما أن العملية تشد للتعليم، فأنا حبيت أن نختار هذه الصورة وأنقر على المفتاح أيضا التحميل. أيضا في عندي مثلا قوس قزح، تمام، كمان بناخذ الكلمه باللغه الانجليزيه ونعمل عمليه البحث ضمن الموقع. عندي هيدي الصوره خلينا ناخذها مثلا، انقر على المفتاح التنزيل وبنحدد مسار وبنختار سيف. ايضا لاحظ انا في عندي هون غيوم، فيني اختار هاي الغيمه، تمام، اختار تنزيل نفس المبدا ونشوف اذا كان في عندي شيء ثاني ولا يكون عندي غيمه ثانيه، كمان انقر على المفتاح التنزيل.
الآن كأدوات أصبحت الأدوات جاهزة، فينا الآن ننتقل لبرنامج الباوربوينت ونبدأ بتركيب هذه الصوريات حتى نحصل على تصميم غلاف. رح ننقر باليمين بداية ونتوجه إلى تنسيق الخلفية ونختار تعبئة متدرجة للخلفية. فخلني أختار لونين للخلفية، عندي اللون الكاشف بيكون عندي من الأسفل وليكون عندي هذا اللون، واللون الأغمق شوي يكون عندي وين بالأعلم، يعني يعطيني لون السماء إن صح التعبير، يكون معنا مثلا بهذا الشكل يا أصدقاء. رح نتوجه إلى إدراج من الصور، رح ناخذ صور من هذا الجهاز. عندي صور الحشائش رح يكونوا عندي يوم بالأرضية، هيدي هي صورة الحشائش، رح نصغرها لهون ومنصغرها كمان حتة إضافية، وباخذ منها ديبليكيت نسخة تانية إذا حابين نعمل استدارة ونعمل انعكاس أفقي بحيث يكونوا الصورتين يعني مقابل بعض مطابقات، يعني ما يكون فيهم تشويه بالصورة، فالموضوع بيكون جميل للغاية. نتوجه مرة تانية إلى إدراج ومنصور كمان، بناخذ صور من هذا الجهاز وبناخذ صورة الطفل اللي هي عبارة عن الصورة الرئيسية رح تكون معي وين بالتصميم أو بالغلاف. تمام، خلينا ننزلها لهون، نكبرها يعني بعض الشيء وليكن معي مثلا بهذا الشكل. الآن نحن لو نزلنا الأسفل شوي رح نشوف أنه في عندي شيء غير واقعي لأقدام الطفل. أول شيء رح أنقر باليمين وبناخد الطفل، صورة الطفل نقل للخلفية. تمام، وهون في عندي جزء إضافي رح نقوم بإزالته من خلال قص الأجزاء اللي أنا ماني محتاجة بالصورة، بس حبل الأعلم ومن قصة مرة تانية. تمام، فمنشوف الآن تقريبا الوضع أصبح تقريبا طبيعي. تمام، يعني أقدام الطفل هني على الحشائش أو الأرض، يعني أول محاكاة بتكون طبيعية. طيب تمام، هذه على المنتصف تمام بهذا الشكل. رح نتوجه إلى إدراج من صور، رح نختار الآن صورة القوس قزح، نختار إدراج. تمام، رح ننزل للأسفل شوي، نأخذ على اليمين كمان شوي وعلى اليسار كمان، نكبرها مثلا معي بهذا الشكل تماما اللي أنا محتاجه يكون معي مثلا بهذا الموضع. رح نقل باليمين ونختار نقل إلى الخلفية ومندوس على اختصاص مرة تانية، ورح نقص الآن المساحات اللي أنا ماني محتاجة من صورة القوس قزح، أنا محتاج فقط يكون عندي هذا المظهر مثل ما أنا شايفين الجمالية يا أصدقاء. عبارة عن تركيب بعض صور بي إن جي والاستعانة بمخيلتك وأدوات جدا بسيطة بتطلع مخرجات غايب الروعة. راح نتوجه إلى ما تبقى الآن، هو عندي الغيوم، نختار صور من هذا الجهاز وبناخذ صورة الغيمات وبننقر على إدراج. طيب عندي الصورة الأولى كان عندي إياها بهذا المكان، الصورة الثانية وباخذ منها تكرار، راح نصغرها كمان حبة إضافية وليكون عندي بهذا الشكل، نختار نقل إلى الخلفية فقط لا غير، يعني فقط لا غير هذا الموضوع بكل بساطة، نقل للخلفية وهذا أيضا نقل إلى الخلفية. تمام، ركبنا الغيوم الآن بأعلى التصميم. صف علي الآن موضوع النصوص، أني أنا أكتب النصوص لما أحتاج عنوان الكتاب، الجزء الأول أو المستوى الأول، يعني هالكلمات اللي أنت محتاجها قبل ما أنت بكتبت العناوين، بأنه الموضوع بيخص الأطفال اللي يعني في المراحل الدراسية المبتدئة، فرح أزين القوس قزح في بعض الأحرف، وهذا الأمر كثير منشاهده في العديد من الكتب العربية اللي بتعلم اللغة العربية طبعا أو اللغة الإنجليزية أو التركية أو الفرنسية الإسبانية، فبتلاحظ تناثر الأحرف على الأغلفة بشيء جميل جدا. فمن إدراج رح نختار أحد أشكال وورد أرت وليكن معي مثلا هذا الشكل، خلني أكتب باللغة الإنجليزية وليكن عندي حرف بي بالحرف الكبير. تمام، بسحبه لهون وبنعمل شوية التفاف لألو إذا حبينا نكبر يعني بعض الشيء، يعني لا بأس في الموضوع. طيب أختار كنترول زائد دي تكرار، نسحبه لهون ونكتب مثلا حرف الدبليو، كمان نعمل التفاف، طبعا هي أحرف عشوائية يعني مش مقصود أنت أي أحرف فيك تشتغل عليها. عندي هون رح نختار حرف البيم، مثل ما حكيت بيكون احنا الان انتهينا من تصميم الغلاف بشكله الرسومي، صف علي موضوع فقط، موضوع النصوص فقط لا غير. خليني انا الف هيدا شوي لهون. تمام، ونفس المبدا هذا رح نجلسه كمان شوي. طيب رح نتوجه الى ادراج، رح نختار اشكال وبنختار مستطيل ذو الزوايا المستديره وبنكر مع السحب لحتى ارسم مستطيل بالاعلم، نجعل التفاف للأخير وبناخذ أحد أشكال التنسيقات الجاهزة وليكن عندي مثلا هذا الشكل، وفيني أنا أعدل من هون يعني الكثافات اللونية، خلني أزيدها شوي حتى أحصل على موضوع التدرج والإضاءة والظلال إن صح التعبير بهذا الشكل. تمام،
طيب رح نتوجه إلى أدراج ونختار مربع نص، رح نبدأ بكتابة نص، وليكن على سبيل المثال الكتاب رح يكون عندي إياه بعنوان صديقي في اللغة الإنجليزية، هيا نقرأ معا، بالأخص أن الطفل اللي أخذناه هو حامل كتب يعني وعامل وجهه تقريبا بصيغة المخاطب تمام للناظر له، فخلني أستعين بالمترجم وأكتب صديقي في اللغة الإنجليزية، وخلينا نختار يعني الترجمة مباشرة، ونتوجه إلى برنامج الباوربوينت ونختار كنترول زائد في، نختار توسيط، نكبر حجم الخط شوي، ورح ندور على نوع خط تمام يكون مناسب يعني لتصميم الغلاف. فموضوع أنواع الخطوط هو محكوم لك، لكن لا تضلك موجود على الخط النورمال تمام يا أصدقائي، لا تضل موجود على الخط الافتراضي اللي بيعطيك يا البرنامج تمام، وليكن عندي إياه بهذا الشكل. بختار كنترول زائد دي للنص مرة تانية لحتى نكتب النص الثاني يلي هو هيا نقرأ معا. طيب هيا نحول لغة عربية، هيا نقرأ معا، كنترول زائد سي، ونعمل كنترول زائد في. طيب هذا النص رح نحوله أيضا إلى اللون الأزرق الغامق يعني هو المعتاد عليه الآن بالصورة، وإذا حبيت أنك تغير نوع الخط للنص الثاني فرح ندور على خط يكون جميل وليكن هذا الخط، ورح نكبر يعني النص يكون معنا وليكن بهذا الشكل. أول كلمتين رح نصغرهم شوي، أو السطر الأول رح نصغره شوي تمام بهذا الشكل يا أصدقائي، ورح نصغر المجمل يكون معنا بهذا الشكل. طيب تمام نسحب على هذا المكان، واصبح عندي الان النص جاهز يعني من مثل ما بيقولوا من جميعه، هذا نصح التعبير. طيب عندي الغيمه هون، خلني اجيبها لهون مثلا، وبختار يعني للشكل ارسال الى الخلفيه، نقل للخلفيه تمام، وعندي هيدي الغيمه ايضا نقل للخلفيه، انا محتاج فقط يكون في تداخل بين الشكل او العنوان مثل ما انا شايفين، حتى نكبرها شوي، تداخل بين الغيمه وبين العنوان او المربع الخاص اللي احتضن معنا العنوان. ربما يكون في عندك مثلا المستوى الاول او المستوى الثاني او جزء اول جزء ثاني، فيك تضيف بعض الكلمات هون، المستوى الاول جزء الثاني جزء الثالث، او المستوى الثاني والجزء الاول جزء ثاني جزء ثالث، يعني اذا كان في عندك مستويات ومراحل واجزاء للكورسات اللي انت بتطبع تحب الاسفل انك تضيف يعني رموز معينة تشير إلى المؤلف أو الكاتب أو المدرسة الراعية لهذا المنهج. بس هي اللي انتهت بكل بساطة، رح نقوم بتصدير الملف إلى PDF ليصبح معنا جاهز إلى الطباعة. فبننقل على مفتاح ملف أو قائمة ملف ونختار تصدير إنشاء PDF، نختار مسار وليكون سطح المكتب، ونختار عندي الصيغة أو النوع PDF، وأنقر على مفتاح النشر لحتى يكون معنا الغلاف أصبح جاهز مثل ما حكينا للطباعة والنشر والاستخدام. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم، فحقا خدمة الانتساب بتساهم فعلا في إيصال أي معلومة أنت محتاجة بالتو واللحظة، والاستشارة التقنية بتكون معاك أيضا بالتو واللحظة، وعلى تواصل دائم مع أحمد صالح. فلهيك أنا جدا أكون سعيد وممتن إذا اتبعتم أثر الأصدقاء يلي انضبوا معنا في قائمة الانتساب، الأنسة نهاد مدرسة التجويد من البحرين، الأنسة إيمان من المدينة المنورة مختصة الآن في تصميم الحقائب التدريبية والدروس التفاعلية عبر برنامج الباوربوينت، الأنسة لبنى من فلسطينية في بريطانيا أيضا معلمة لغة عربية أو بتعلم الناطقين لغير اللغة العربية، وأيضا السيدة ناسك هاشم مقدمة برامج تلفزيونية عراقية قائمة في كندا. ألف شكر لحضراتكم بما أنكم كنتم من أوائل المنتسبين، والالتحاق بخدمة الانتساب في القناة وطلب الخدمات التقنية مباشرة، وأتمنى إن شاء الله أكون ما مقصر مع حضراتكم، وبانتظار أيضا أي حد بيطلب منا أي خدمة، فالخدمة هي متاحة للجميع وبكل مستوياتها. أترككم في رعاية الله وألقاكم على خير، ولا تنسوني من دعواتكم وأيضا الدعم، تجزوا عني كل خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.